فنانة سورية قديرة من مواليد عام 1955. قدمت خلال مسيرتها الطويلة أعمالا كثيرة حفرت أثرها في ذاكرة المشاهد، وقد حصلت على لقب سندريلا الشاشة السورية، كما فازت بالعديد من الجوائز. نبذة عن صباح الجزائري. الفنانة القديرة صباح الجزائري ابنة دمشق، صاحبة الحضور المتألق والإطلالة الأنيقة دائما. بالرغم من أنها لم تدرس فنون التمثيل، إلا أنها احترفت التمثيل وأصبحت واحدة من كبار الممثلات السورية، وتعتبر من الدعامات الأساسية في الدراما السورية المميزة. بدأت مسيرتها المهنية في 18 من عمرها إلى جانب أسماء هامة في التلفزيون السوري مثل دريد لحام وناجي جبر ونهاد قلعي ونجاح حفيظ، حيث لمع نجمها بسرعة ووصلت إلى القمة بسهولة بفضل موهبتها، وأصبحت من أشهر الشخصيات الفنية في الوطن العربي. تألقت خلال الثمانينيات والتسعينيات، وقدمت أعمالا هامة كثيرة مثل مسلسل الدروب الضيقة ومسلسل العبابيد، وهما من الأعمال التي تركت في ذاكرة المشاهد إثرا لا ينسى، ولا تزال حتى الآن تقدم أفضل ما لديها للدراما السورية. دقت صباح الجزائري باء سندريلا الشاشة السورية، كما حصلت على العديد من الجوائز، ولا سيما عن دورها في أجزاء المسلسل الشهير باب الحارة بشخصية أمي عصام. بداية صباح جزائري. ولدت الفنانة صباح محمد الجزائري في 11 من شهر تموز يوليو عام 1955. هي الأخت الصغرى للممثلة الكوميدية المشهورة باسم سيدة الكوميديا سامية الجزائري، وابنة عم الممثلة القديرة نبال الجزائري. إنجازات صباح الجزائري. بدأت صباح الجزائري مسيرتها الفنية في عام 1973 عندما شاركت بدور المرشدة الاجتماعية في المسلسل الكوميدي ملح وسكر، إلى جانب الممثل دريد لحام ونهاد قلعي وناجي جبر. وفي نفس العام أدت شخصية هدى في مسلسل ريمو، وفي العام التالي شاركت في مسلسل صح النوم الذي يعتبر واحدا من أشهر المسلسلات الكوميدية العربية. بعد ذلك توقفت لفترة عن التمثيل وعادت في عام 1979 وظهرت أدوار مختلفة في المسلسل الكوميدي وين الغلط من تأليف وإخراج الفنان دريد لحام، الذي شارك في تمثيله أيضا مع ناجي جبر وياسين بقوش وسامية الجزائري. في عام 1980 شاركت ببطولة مسلسل الدروب الضيقة، وكذلك في عام 1982 لعبت دور قمر في مسلسل الأطفال الأردني قمر البر والبحر الذي كان من إنتاج تلفزيون قطر. توقفت بعدها مرة ثانية عن الأعمال التلفزيونية لعدة سنوات، وعادت في عام 1989 حيث ظهرت إلى جانب العمالقة أسعد فضة ورشد عساف في المسلسل الدرامي قلوب دافئة. وفي العام التالي شاركت في المسلسل الأردني وادي الغزلاني. في عام 1994 كان لها ظهور مميز في الجزء الأول من المسلسل الدرامي الأخوة بشخصية علياء إلى جانب العملاق هاني الروماني وجمال سليمان، كما تعتبر مشاركتها بشخصية نرجس في المسلسل التاريخي العبابيد في عام 1996 من أهم الأدوار التي لعبتها خلال مسيرتها المهنية. في عام 1997 شاركت في المسلسل الفانتازي التاريخي الموت القادم من الشرق الذي أخرجه نجدة أنذر، ولعبت فيه دور سمية زوجة عباد. في عام 2000 قدمت أول أعمالها في البيئة الشامية بمسلسل الخوالي، حيث لعبت دور أم هاشم برفقة الممثل سليم صبري والممثلة أمل عرفة وغيرهم. في بداية القرن الحادي والعشرين ظهرت في الكثير من الأعمال، وكان أشهرها المسلسل الدرامي حنين بشخصية مريم، والمسلسل الكوميدي زمان صامت بشخصية أم مشهور واو حمام القيشاني بدور امتثال، ومسلسل البيئة الشامية الداية. وقد شاركت في عام 2004 بمسلسل عائد إلى حيفا المأخوذ من رواية للكاتب الفلسطيني غسان كنفاني. وبنفس العام قدمت عدة أعمال منها المسلسل الاجتماعي عشتار
الذي أدت فيه دور العمة الحنونة مع الممثلة أمل عرفة. وفي العام التالي قدمت أيضا عدة أعمال، أهمها مسلسل السيرة الذاتية نزار قباني بدور والدة الشاعر نزار، والمسلسل الدرامي رجاها بدور هالة. في عام 2006 بدأت أول أجزاء مسلسل باب الحارة الذي اشتهرت من خلاله بدور أم عصام، وتعتبر من الممثلين القلائل الذين استمروا في العمل خلال كل أجزائه. في عام 2008 لعبت دورا مختلفا في مسلسل وحوش وسبايا، حيث ظهرت بشخصية شادية صاحبة الملهى الليلي وهي فتاة سيئة خائنة لوطنها. كما أن مشاركتها في مسلسلات البيئة الشامية عديدة، ومنها الجزء الثاني من مسلسل أهل الراية في عام 2010، ومسلسل زمن البرغوث بدور أم وضاح في عام 2012، وأيضا مسلسل طاحون الشري بدور فخرية خانوم في نفس العام، والجزء الثاني من مسلسل عطر الشام بدور أم جميل في عام 2017. كما لعبت دور البطولة في المسلسل الاجتماعي سكر وسط في عام 2013، وكذلك في مسلسل بانتظار الياسمين الذي سر الواقع السوري الأليم في عام 2015، وشاركت صباح عام 2019 في مسلسل ورد أسود ومسلسل حارس القدس عام 2020، ومسلسل للموت عام 2021، ومسلسل الكندوشي عام 2021. أعمالها المسرحية قليلت جيدا، ولكنها شاركت في المسرحية الاجتماعية السياسية غربة، والمسرحية الاجتماعية الكوميدية كاسك يا وطن. المسرحيتان من تأليف الكاتب محمد الماغوط، ورافقها فيهما الفنان الكبير دريد لحام. بيانات أخرى: اسم الأبي محمد الجزائري، اسم الزوج رباح التقي، أسماء الأخوة سامية الجزائري، أسماء الأولاد رشا التقي، كرم التقي، طرف التقية. الدين الإسلام. العرق من أصول سورية. الجوائز: جائزة أفضل ممثلة سورية عن دورها في مسلسل باب الحارة بالموسم الثاني له من جريدة الثورة. جائزة أفضل ممثلة سورية عن دورها في مسلسل باب الحارة بالموسم الثالث له من مجلة سيدتي. حصلت على تكريم في مهرجان دمشق السينمائي وفي مهرجان الماغوط السياحي، وأيضا تكريم في مهرجان وهران المسرحي. كما كرمت صباح في لبنان والأردن والكويت عن مسلسل باب الحارة، وكرمت في سوريا والإمارات وذلك عن دورها في مسلسل وحوش وسبايا. أهم المخرجين الذين تعاملوا معها: خليدون المالح، بسام الملا، باسل الخطيب، نجدة إسماعيل أنزور، محمد فردوس أتاسي، وائل رمضان. الأعمال: مسرحية مسرح الشوكي عام 1968، فيلم مقلب من المكسيك عام 1972، مسلسل صح النوم عام 1972، مسلسل ملح وسكر عام 1973، مسلسل صح النوم جيم 2 عام 1973، فيلم ذكرى ليلة حب عام 1973، مسلسل بريمو عام 1973، فيلم غوار جيمس بوند العندليب عام 1974، مسرحية ضيعة تشرين عام 1974، مسلسل انتقام الزبائي عام 1974، فيلم الغجرية العاشقة عام 1974، فيلم المزيفون عام 1975، مسرحية غربة عام 1976، فيلم غابة الذئاب عام 1977، مسلسل قمر البر والبحر عام 1978، مسلسل وين الغلط عام 1979، مسرحية كاسك يا وطن عام 1979، مسلسل الدروب الضيقة عام 1980،
مسلسل الوعد عام 1985، مسلسل امرأة لا تعرف اليأس عام 1987، مسلسل قلوب دافئة عام 1989، مسلسل وادي الغزلاني عام 1990، مسلسل الأخوة جيم واحد عام 1992، مسلسل الخريف عام 1994، مسلسل الموت القادم إلى الشرق عام 1997، مسلسل معارك المرهقين عام 1998، مسلسل قضية عائلية عام 1999، مسلسل قصص الغموض عام 2000، مسلسل الخوالي عام 2000، مسلسل البحث عن صلاح الدين عام 2001، مسلسل هولاكو عام 2002، مسلسل زمان صمت عام 2003، مسلسل عشنا وشفنا مرايا 2004 عام 2004، مسلسل نزار قباني عام 2005، مسلسل كحل العيون عام 2006، مسلسل قوم الحجر عام 2007، مسلسل سيرة الحب عام 2007، مسلسل وحوش وسبايا عام 2008، مسلسل وجه العدالة عام 2008، مسلسل طريق النحل عام 2009، مسلسل باب الحارة جيم 5 عام 2010، مسلسل مرايا 2011 عام 2011، فيلم وجه آخر للقتل عام 2012، مسلسل سكر وسطى عام 2013، مسلسل باب الحارة جيم 6 عام 2014، مسلسل وطنون حاف عام 2015، مسلسل عطر الشام جيم 1 عام 2016، مسلسل عطر الشام جيم 2 عام 2017، مسلسل شوق عام 2017، مسلسل ورد أسود عام 2019، مسلسل حارس القدس عام 2020، مسلسل للموت عام 2021، مسلسل الكندوش عام 2021، حياة صباح الجزائري شخصيتي. تزوجت صباح الجزائري من اللبناني رباح التقي وأنجب الزوجان 3 أطفال هم رشا وترف وكرم. دخلت ابنتها رشا المجال الفني وعملت بالتمثيل لعدة سنوات، وهي مزوجة من عامر مجذوب ولديها طفلان. أما ترف وكرم فهمن بعيدان تماما عن الوسط الفني. حقائق سريعة عن صباح جزائري. قدمت صباح الجزائري أكثر من 80 عملا خلال مسيرتها، وفي بدايتها حصلت على لقب سندريلا الشاشة السورية، إلا أنها تميل أكثر إلى لقب ياسمين الشام. فازت بالعديد من الجوائز، منها جائزة أفضل ممثلة سورية عن دورها في باب الحارة من جريدة الثورة ومجلة سيدتي، وجائزة تكريم للأم في الدراما السورية. كرم في مهرجان دمشق السينمائي ومهرجان الماغوط المسرحي ومهرجان وهران المسرحي، كما كرم في لبنان وسوريا والكويت والأردن عن دورها بمسلسل باب الحارة، وفي الإمارات وسوريا عن دورها في مسلسل وحوش وسبايا، وفي السعودية بمهرجان أبها الكوميدي الأول.